أما هذا الحديث إياكم والمعاصي، فإن العبد لا يذنب فينسى به الباب من العلم، ويحرم به قيام الليل، ويحرم به الرزق. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصليم قد حرموا خير جنتهم بذنبهم. هذا أخرجه ابن أبي حاتم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد ذكره السخاوي في المقاصد بصيغة التضعيف والتمريض.